السلام عليكم. هذا الفيديو غادي نشوفو فيه التماثل المركزي سيميتري سنترال. دونك ديجا درنا واحد لا فيديو ولكن كان الصوت شويه ناقص، دونك غادي نحاولو نعاودو لا سيونس ديال نفس الدرس. دونك غادي نخدمو مماثله نقطه. اذا ملي كيطلبو مني نرسم مماثله نقطه شنو كتعني؟ par exemple عندي واحد النقطه ا وعندي واحد النقطه او هنايا، غادي يقولوا لي انشئ دونك كونستروير ا بريم، ا بريم اللي هي لو سيميتريك دو ا، مماثله النقطه ا بارابور او بوين او. انشئ ا بريم اللي هي مماثله ديال ا بالنسبه للنقطه او. اذا ملي غادي يقولوا لي انشئ هذه المماثله شنو كتعني؟ كتعني ان او هي منتصف القطعه ا بريم. انشئ ا بريم مماثله ا بالنسبه لي او، كتعني انني غادي نشئ واحد النقطه ا بريم بحيث او كتكون منتصف ا بريم. حنا ديجا شفنا في الدوره الاولى شنو هي منتصف قطعه. دونك باش تكون عندي واحد النقطه او منتصف واحد القطعه ا بريم شنو خص؟ دونك او خصها تنتمي الى القطعه ا بريم، وعندي المسافه او ا كتساوي المسافه او ا بريم. اذا هادو هما جوج الشروط اللي خصني نديرهم باش نرسم مماثله ديال ا اللي هي ا بريم بالنسبه لي او. اذا باش يكون عندي الانتماء ديال او خص يكون عندي او تنتمي الى ا بريم، يعني او و ا بريم نقط مستقيميه، يعني في نفس دونك تنتمي الى نفس المستقيم اي حامل القطعه ا بريم. دونك غادي ننشا واحد المستقيم هو الاول. شنو غادي ندير من بعد؟ غادي ناخذ البركه نحطها على النقطه او، دونك غادي نوصل حتى النقطه ا، يعني راني ندير الشرط الثاني. الشرط الاول ها هو خدينا نفس المستقيم، دونك ربطنا ما بين ا و او فين غادي تجيني ا بريم بحيث تكون او هي المنتصف، دونك غادي تكون في الوسط. دونك غادي ناخذ القياس او ا ها هو حتى لهنايا. اذا فين غادي يكون عندي التقاطع؟ تما ا بريم. دونك هذا شنو درنا هنا؟ او ا كتساوي او ا بريم. اذا الرمز نتاع التقايس كاين اللي غادي ينشا بطريقه اخرى، ها هي ا او. اذا شنو غادي ندير؟ يعني غادي يبدا لنا بالشرط التالي، غادي يجي وياخذ لي نفس القياس من او حتى ل ا. دونك غادي يدير بالبركه واحد القوس وناخذ المسطره ونربط ما بين النقط ديالي، يا اما بخط يا اما بنقط متقطعه. دونك فين كيتلاقاو هنا؟ غادي نحط النقطه ا بريم. اذا ا بريم هي مماثله النقطه ا بالنسبه للنقطه او. اذا بهذا الشكل كنرسم المماثله نتاع النقطه، اسهل حاجه. دونك غادي نشوفو مماثلة نتاع قطعة، مماثلة نتاع دائرة، مماثلة ديال أي شكل. دونك باش نرسم مماثل نتاع شي شكل كنفوت غير بالنقطة. دونك مثلا عندي مثلث، ها هو عندنا واحد المثلث باغ إكزومبل. دونك أ هنايا، بي سي. اذا الا بغيت ننشئ مماثل ديال ا بي سي، هذا المثلث ا بي سي ننشئ المماثل ديالو بالنسبه لواحد النقطه او، شنو غادي ندير؟ دونك كيفاش غادي ندير ننشئ باش ننشئ المماثل ديالو؟ دونك غادي نفوت من النقطه ا، غادي نرسم المماثله ديالها النقطه سي، المماثله ديالها النقطه بي، المماثله ديالها. اذا اي شكل هندسي كيعطيونا نرسم المماثل ديالو باش كنفوت باش نرسم من هذه. دونك هذه هي لا باز، اللي يعرف لهذه يعرف اي وحده. دونك غادي ناخذ واحد ليكزامبل اخر، ها هو عندي واحد النقطه بي، عندي واحد النقطه مثلا سي،
غادي ننشئ دونك المماثل، مماثلة ديال النقطة بي اللي هي بي بخيم بالنسبة لي سي. دونك أول حاجة شنو ناخذ؟ يا إما المسطرة باش ندير الشرط الأول اللي شفناه دونك الانتماء، ولا كنبدأ بالبركار يعني التقايس. دونك كاين اللي غادي يستعمل المسطرة باش يدير التقايس مزيان، ولكن البركار كتبقى واحد الوسيلة هي أكثر دقة في القياس. دونك يا إما بهذا الشرط يا إما بهذا. دونك غادي ناخذ البركار، غادي ناخذ القياس من السي حتى البي، دونك ندير من الجهه الثانيه واحد لارك ديالي قوس، ناخذ المسطره غادي ندير نقاط متقطعه خطوط متقطعه. دونك فين يتلاقاونا؟ هذه هي بي بريم. كنستعملت البركار باش ندير التقايس، غادي ندير رمز التقايس باش نقول بلي سي بي بريم كتساوي سي بي. اذا هذه هي الطريقه باش ننشئ مماثله ديال النقطه. غادي نشوفوا فيديو اخر فيه مماثله ديال قطعه.